هذا كتابي لي سنايبر دون لا ريفولوسيون تونيزيان اي لا ريفورم دي سيستيم سيكوريتير. ثم مجموعه نتاع نقاط غامضه انا اثرتها لهنا وتستحق اجوبه، وعلى السلطة الحاليه انها تعمل على توضيح النقاط هذه. ثم مجموعه نتاع قناصه تم القاء القبض عليهم من طرف مواطنين وتم تسليمهم من وحدات الجيش. سمحني مسالش ما نستعملوش كلمة قناصة. أيه. نستعملوا معناتها تيغور ديلي. احنا نعرفوا انهم تيغور ديلي. أيه. باش ما نعملوش عباد في خلط. بالضبط ما نعملوش خلط. شفنا المجموعة هذه نتاع في دي سيكونس فيديو برشا كيفاش تم القاء القبض عليهم تسلموا للجيش، لكن بعد ما ثم حتى سويت. ما عرفناش مين هزهم، شفنا برشا لقطات في تونس في المروج في بنزرت في جهات اخرى. ثم اشخاص اخرين شدوهم عوان البوب في سيدي بوزيد كانوا في كراهب لوكاسيون يوزعوا في الفلوس وتسلموا للجيش. وينهم؟ ما سمعناش عليهم حتى شيء. ثم امراه مع تيرو ديليت في قصرين دزوها من سطح طاحت جرحت جروح خطيره، هزوها للصفاقس كيف خلطوا للصفاقس باش يشوفوها ما لقاوهاش. دونك شكون هي هذه وشنو اللي صار في الوضعيه نتاعها؟ طاو في بعض اماكن ظروف نتاع 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 خراطيش باللغه العبريه معناتها جايين من اسرائيل. ديكسبير اون باليستيك حقهم كانوا راهم محايدين ما يكونوش لا من الجيش ولا من اي بلاصه اخرى باش لضمان لا كريديبيليتي مصداقيه نتاع الابحاث ونتاع لي زيكسبيرتيز اللي عملوها.